السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابنا وأحبابنا ومتابعينا في قناة بانوراما الأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا غرفة كلاسيك نقدمها لكم. زي ما حضراتكم شايفين ده التسريحة، شكل بسيط جدا، وده الكومرينو. الغرفة في منتهى البساطة. طبعا احنا عاملين لها ازاز مرسوم شكل الرخام بالظبط، ودي الادراج معمول لها فتحة اللي نمسك منها. زي ما حضراتكم شايفين كده الادراج مخدومة من جوه، وواخدة لاكيه وواخدة بويا، مش مسابة على الخشب. طبعا الازاز مرسوم نفس لون الرخام بالظبط. كرسي معمول له باف، وده السرير. السرير طبعا معمول كابوتينيه وغرز في منتهى البساطة والشياكة، شغل جميل جدا. وده الدولاب، ده التقسيمة، ده الدولاب من النص تقسيمته، خزنة تحت بكالون ورفاف، ودي شماعة صغيرة اهي. طبعا القلب مخدوم. ده الدولاب جرار معمول له خطوط ذهبي. الدولاب في منتهى البساطة ومفيش فيه كلكعة ولا أي شيء. ده دوكو فرن طبعا، الشغل مدهون دوكو فرن. حضراتكم شايفين اللمع، والضلفة الوسطانية طبعا شغلها بسيط جدا. الدولاب من على بعيد طبعا، الذهبي ما شاء الله شايفين لمعته. كمان الادراج، الدولاب معمولة سحاب بمنتهى البساطة، وده طبعا القسطة خوخة، القسطة رضا خوخة، احنا بندلعه بنقول له خوخة. طبعا صنايعي درجة أولى، ده طبعا سافر وسابنا راح السعودية، طبعا ربنا يوسع عليه. هسيب لكم رقم في التعليقات برضو، بس هو طبعا حاليا سافر السعودية. يعني شايفين هو ما شاء الله التقفيل، التقفيل والدولف من اليمين والشمال معمولة رفاف وشماعات، ما شاء الله في منتهى البساطة. طبعا احنا كنا بنصور من البلكونة عشان نجيب الدولاب، لأن الغرفة دي واحنا بنمر مرينا على ركنة وندخل من الباب اهوت تاني. كان طبعا ان الغرفه ده محمود، محمود محمد طبعا، ده صنايعي درجه اولى، يعني احنا مسمينه محمود. ما تقلقش لو عندك شغل تقيل، ما تقلقش منه، نسيب له رقمه في التعليمات ان شاء الله برضه. وده القسطه محمد، القسطه محمد ابو سليمان. طبعا ده الازاز زي ما بقول لكم. طبعا هنسيب لكم رقم محمد ابو سليمان برضه في التعليقات، اللي حابب يتواصل معاه ولا اي شيء. الراجل عنده ورشه وصنايعي درجه اولى يعني، وشغال على مهله جدا. ده كرسي، شغل جميل جدا وبسيط ان شاء الله. السلام عليكم.